المباراة لم يترك لهم أي فرصة. هذه مزايا الكبار، خصائص الكبار، السمة اللي عند النجوم الكبار. هدف مهم جدا في الدقائق الأولى، يكسب به الكثير من الثقة. كرة ذهبية، لا يمكن أن ترفض الهدية. إنهاء رائع للهجمة، هذا يقول لك السهل الممتنع، استغلال فرص، استغلال مساحات بدون أي مجال للاستعراض. الكرة بشكل رائع في اللقطة الماضية. مانشستر يونايتد بهدف مبكر غير متوقع، تنقلب عليهم كل الأمور. كيف يمكن أن يردوا؟ هل ينجحوا في العودة؟ رونالدينو غاوتشو، روعة روعة روعة، الكرة في المرمى. يعيشون أوقات رائعة الآن، هدفين متتاليين في فترة وجيزة جدا. قام بعمل رائع، السيطرة على الكرة بهذه الطريقة. هدفين مقابل لا شيء، تقدم بهدفين يعني أنه متحكم. كريستيانو، الكرة في المرمى، يا سلام. الضغط يولد الأخطاء في عالم كرة القدم، إذا ارتكبت الخطأ هنا يعني الخطورة ستكون موجودة بلا شك. العقوبة بعد ذلك كانت بهذه اللقطة وبهذا الهدف. After 25 minutes is number 7 Cristiano Ronaldo. تقلص تقدمهم وأصبح هدف واحد الآن. اعتراف رائع للكرة، يبحث عن المهاجم. ميسي، تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. يستقبل الكرة في وضعية ممتازة. فلاوفيتش يلعب كرة، تظهر لك إمكانياتها العالية. إنها رائع جدا الهجمة، لعب الكرة بكل هدوء، بثقة، بإمكانيات عالية جدا، بلمسة حريف. After 32 minutes is number 6. يتقدمون بفارق هدفين الآن. بالتأكيد نلاحظ مع حضراتكم التغيير في الأجواء مع هذا الهدف. كريستيانو رونالدو، حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات. يب، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. كرة ثابتة تبدو واعدة من مكان خطير، عنده فرصة ليعود للمباراة منها. كريستيانو رونالدو، لمسة استثنائية، هدف من عالم آخر. فينيشنج عالي جميل، إنهاء الكرة بلمسة متقنة وفي منتهى الروعة. لم يكن من الممكن إيقافه، عنده مهارة كبيرة، استغلها في ترجمة الركلة الحرة إلى هدف بكل دقة، وكان يعرف مسار الكرة بشكل جيد، حطها بشكل رائع في الشباك. تم تذليل الفارق إلى هدف وحيد. كريم بنزيما، كريستي، هدف عالمي. مانشستر يونايتد فعلوها وأحرزوا هدف التعادل. المدرب يعرف أنه مع الضغط يكون هنالك أخطاء، مع الأخطاء يكون هناك مساحات، مع المساحات هناك فرص، مع الفرص هناك أهداف. أداء رائع، استمرارية في الأداء الجميل، حسم أمام المرمى، مصدر خطر لأي دفاع. التعادل لا يزال مستمر. مباراة كبيرة بين الفريقين الآن. كريستيانو رونالدو، بنوا الهجمة بشكل رائع جدا، لكن كان ينقصهم اللمسة الأخيرة اللي كانت في هذه اللقطة مخيبة للأمال. مشاكل دفاعية كبيرة جدا، هذه الكرة بالذات يتحمل الدفاع مسؤوليتها ليتاح فرصة للمرور للفريق الخصم ولاعب الكرة العرضية. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب، وفي هذه اللحظة صافرة حكم المباراة لإعلان نهاية الشوط الأول.
الشوط الثاني على وشك البداية. مانشستر يونايتد على الرغم من السيطرة في الشوط الأول، على الرغم من كمية الفرص من الأفضلية، سيطرة بالطول والعرض، لكنه لم ينجح في استغلال هذه الأفضلية. لا شك أن الفريق الأفضل على أرضية الملعب، لكن النتيجة لا تعكس مجريات المباراة. يقطع الكرة دي بروين، بلاوفيتش الآن فرصتهم للمرتدة، تدخل في توقيت حاسم. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. كرة طولية في المساحة الخالية، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعدها، كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. بلاوفيتش، رونالدينيو، جاوتشو، كرة خطيرة نحو الأمام، فكرة ممتازة ولكن تنفيذ لم يكن جيد. ضغط قوي وينجح في استعادتها. ميسي عليه رقابة كبيرة في مباراة اليوم ويعاني للتخلص منها. يعيدها إلى الحارس. بلاوفيتش، جيريرو يتدخل ويقطع الكرة، توقع ممتاز هنا، والآن فرصة موجودة والكرة بعد ذلك فيها تسلل. Substitutions taking place. الآن المدرب يستخدم أوراقه من على دكة البدلاء. تغييرين دفعة واحدة. ديبالا، باص سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. تحية كبيرة على روح الفريق العالية ورغبته في تحقيق الانتصار. الاستمرار في المحاولة أمام المرمى حتى الدقائق المتأخرة. روبرتو فيرمينو. جواو كانسيلو يبعد الكرة عن المناطق. مانشستر يونايتد يظهر شخصيته في الدقائق الأخيرة. يؤكد أنه غير راضي بالتعادل ويريد أن يخرج منتصرا من هذه المباراة. محمد صلاح. بينية رائعة. روبرتو فيرمينو. ديبالا. واضح التركيز والعزم على تحقيق الفوز في هذه المباراة. أمر لا نشاهده كثيرا من فرق ترضى بالتعادل. تصويبة على المرمى. إنقاذ غير عادي. حارس غير عادي هذا اليوم. جدار عازل أمام المرمى. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. لديهم الفرصة مرة أخرى. ضربهم، كواهم، أحرق مرماهم. الله الله، الضربة القاضية، الكوب يقتل المنافس في هذه النقطة. تمركز رائع، توقع مثالي للكرة، ذكاء كبير في تسجيل أهداف، قرأ الموقف بشكل سليم، ردة فعل سريعة جعلته يسجل هذه الكرة. الأمر لم يكن مصادفة بصراحة، الذكاء هو عامل حسم في مثل هذه المواقف. بعد هذا التحول في النتيجة، هل يمكنهم المحافظة على تقدمهم؟ داني باريخو. ماتيب يتدخل في الوقت المناسب.
لعب في الأمام في مكان التسلل.